افريقيا جميله قوي غير الصوره اللي بنشوفها. العمل كبر قوي، لما تحضر قداس هناك تحس انك انت في فرح حقيقي. عمل الهي غير عادي ده. كينيا عندنا اكبر عدد من الكنائس، وعندنا في منطقه في الادغال حوالي مثلا 7 كنائس تانيه. الكهنه اللي في المنطقه قالوا لي دي خطره جدا. لغايه ما وصلنا للكنيسه الكبيره لقينا حاضر حوالي 2000، وهم في الزفه بتاعت الصليب اصروا يطلعوا بره في الشارع. ازاي ربنا عطانا المستشفيات الحلوه دي؟ احنا كنا في ايام في ظروف صعبه جدا، انا ما كنتش بنام بالليل، علينا فواتير ومنين هنجيب. ابتدينا نحس بخطر الايد. قال لي الابولا بتقتل الناس، قلت له طب ما احنا عايزين ككنيسه قبطيه نشارك في الموضوع ده، لانه الناس هناك مرعوبه. كنيسه في افريقيا الله امين عليها. تصوروش قد ايه هناك الناس جعانه لربنا. Do you believe in Jesus Christ? Trinita Puja, Jesus Cristo? Eu acredito em Puja, Jesus Cristo.